السلام عليكم. هلأ عم نبلش سلسلة جديدة نحن بالكورس ELEC221L. هيدا الكورس اللي هو ملخص للسيركت 1، بس هلأ عم نحكي كلاب. أوكي، فبهيدا اللاب نحن حنخلق workstation لألنا. بهالworkstation أنا حاستعمل اثنين software اللي هن البروتيوس for building circuit كschematic and كPCB، وكمان حاستخدم فريتزينج كرمال أرجيكم الفيرتشوال وورد قدامكم، نقدر نحط الكومبوننت كأنه عم يشتغل باللاب. بنهاية الفيديو حيكون في فيديو كيف عم نركب السيركت كيف كريل براد بورد قدامنا، وكيف عم تشتغل وكيف عم ناخد القياسات فيها. اوكي، لهيك خلينا نبلش بالتيتوريال نمبر 1 لألنا، او اللكتشر نمبر 1 لألنا بهيدي السيريز يلي حتكون بالبداية كيف ننزل السوفتويرز عنا. اول شي عنا لازم نروح على downloady.ir، من افضل الويب سايتات لتلاقي اي سوفت وير مع الكراك فيرجن تاعته كسوفت وير بالانجينيرنج سبيشالايز. لان اللي علي يروح على هيدا اللينك downloady.ir، بقلبه بكتب بروتيوس بالسيرش، دغري حيوديني لهيدي الصفحه. بهيدي الصفحه اللي شايفينها قدامنا بعد ما كتبنا بالسيرش بروتيوس، بهيدي الصفحه في عندي كتير فيرجنز اوف بروتيوس، فانا فيني اختار الفيرجن اللي بتناسبني، والافضل نختار الفيرجن 8.9 SP2 لانه الفيرجن 10 ستيل ابديتد. اوكي، سو بعد ما اختار الفيرجنز حنزلها عندي دايركتلي، بعمل لها انستول وبيمشي الحال. من بعدها المفروض انا انزل سوفت وير ثاني اللي هو فريتزينج، كمان فيني اروح على الجيت هاب لانه هو اوبن سورس، بروح على فريتزينج اب، بقدر من خلالها اعمل داونلود للزيب فولدر، وتاليا حاحصل على هيدا الزيب فولدر. بعد ما اعمل له اكستراكت عندي حيبين عندي الفريتزينج يلي موجود عليه الفايل اللي هو freezing.exe يلي انا بقدر افتحه واشتغل بعلو. اوكي، بعد ما شغلنا البروتيوس والفريزنج سوفت وير صاروا عندنا على اللابتوب، فانا اللي علي اكتب سيرش بروتيوس. بعد ما يبين عندي بروتيوس اللي هو 8 بروفيشنال، رايت كليك ران از ادمنستريتور، اجباري اعمل ران للبروتيوس از ادمنستريتور. لللايبراري تقدر تبين عندي واقدر اشوف الكومبوننت واستعمل هول الكومبوننت. اوكي، فإذا ما عملنا هالخطوة حنفوت على البروتيوس بس ما حقدر دخل كومبوننت عندي. أوكي تمام. طيب خليني أخلق بروتيوس ونشوف كيف عم يشتغل هيدا البروتيوس. بس ما ننسى وبرجع بكرر دايما لأنه هاي من الأغلاط الشائعة، أنه بينسوا يعملوا run للبروتيوس as administrator وبيلاقوا أنه library not found، بصير بيبرموا على جوجل أنه شو الحل. هو حقيقة المفروض نعمل run للبروتيوس as administrator. طيب حتى ما نضيع وقت بهيدا lecture، حيكون عبارة عن 3 example. اول example هو resistor مع LED لنقدر نشوف كيف نبني circuit وكيف عم تشتغل هيدا LED. من بعدها حنتعلم كيف نحط simple circuit ك 2 resistor in series and 2 resistor in parallel، نشوف current والvoltage across or through and across each one. اوكي، بيان عندي البروتيوس. بالبروتيوس انا بهتم اكتر شيء بالسكيماتيك والبي سي بي layout، فانا فيني بلش من بي سي بي وابني السيركت دايركتلي ان بي سي بي، اور فيني بلش كسكيماتيك ابني هالسيركت عندي، وبعد ما ابنيه عندي انا كشكل بقدر سبدي انتقل على البي سي بي وبشتغل فيها. اوكي، ففقسنا سكيماتيك بننطر اللي يقلع عنا. بعد ما يقلل البروتيوس حنبلش نتعرف على التولز الموجودة بقلب البروتيوس، ومن بعدها بنبني أول إكزامبل لقلنا بالبروتيوس. أوكي، إذا بيّن عنا البروتيوس مثل ما أنا ملاحظين هون، بقدر أنا أعمل open a new project أو open a project موجود عندي قبل، أو file to save this kind of projects. فيني اعمل close للبروجكت، روح على الهوم بيج الاساسية اللي كنت فيها كسكيماتيك كابتشر اور بي سي بي لاي اوت، ففيني دايركتلي انتقل على البي سي بي لاي اوت. فيني استخدم 3D فيجواليزر يلي هي كتير مهمة. بعد ما ابني البي سي بي روح على 3D فيجواليزر لشوف البرودكت تاعي كيف ببين شكله ان ريل تايم. اوكي جريت، سو هون عندي كمان اللايبرري اذا انا بدي اشتغل بقلبها، الكومبوننت مود، عندي junction don't mode، labels إذا بدي حط labels، عندي sub circuit mode، عندي terminals mode. خلني استخدم sorry
عندي terminals مول اللي بقلب الباور، بقلب الجراوند، بقلب الباس الان سي، عندي السيجنال بدي اخلاه ان كان كنويز ان كان كفريكوانسي ان كان كديس سويب اي سي سويب. اوكي عندي هون الساين اللي بدي اخلاه الجنريتورز اس دي سي سيجنال او ساين ويف بالس اكسبوننشال حسب شو نوع السيجنال بدي اخلاه. هون البروب اذا كان بدي احط بروب كفولتج اور كارنت، وعندي الفيجواليزيشن اذا كان بدي اشوف اوسيلوسكوب كان بدي اس دي سي اور اي سي فولت ميتر اور دي سي اند اي سي اميتر، وعندي الوات ميتر والاي تو سي ديباجرز وغيرها. كمان عندي هون الاشكال اللي بدي اخلاها او اعمل روتيت لاي كومبوننت عندي. فانا فيني بكل بساطه اجي على لايبريز وبقلبها اكتب مثلا ريزيستر ويبين عندي دغري ريزيستر واخلاه قدامي. اوكي طيب إذا كان أنا مني عامل run as administrator هيدي library ما حد بلش، مجرد ما أفس على هيدي الفأسة هيطلع عندي إنه library not found. طيب شو المفروض أعمل؟ هلأ خليني بلش ابني البيزك circuit تاتي يلي هي عبارة عن example صغير، هو عبارة عن battery. مع هاي الباتري في عندي resistor وفي عندي led. فأول شي حأكتب كلمة battery، فعندي كذا شكل من الباتري كمالتي سيل كدي سي فولتج سورس وكسيل سينجل سيل. فانا فيني اختار ببساطه هيدي، يا بفس اوكي يا بفس كليك مرتين عليا بنلاحظ بينت عندنا باللايبرري. لو فاسنا اوكي كانت اختفت الشاشه من قدامي. فانا اذا بدي زيد كذا كومبوننت ففيني افس دبل كليك عليا وبيضل عندي الشاشه مثل ما انا شايفها قدامي. اوكي من بعد كتبت ريزيستور بقلبها روح على الرز اللي هو ريزيستور، وملاحظ هون في عندي البي سي بي ريفيو تاعه بريفيو يلي هو الشكل تاعه اذا كنت انا عم ببنيه ك بي سي بي. فس اوكي صار ريزيستور موجود عندي ودل عندي لي ال اي دي، فبكتب ال اي دي سيرش حيبين عندي كتير مودلز اوف ال اي دي. فانا بنزل لهون حلاقي هيدا النوع من ال اي دي، فيني اختار اللون اللي بدي اياه واساسي ببين عندي ال اي دي. اخترت جرين ال اي دي اوكي فاست اوكي لانه خلص بطل بدي سيت كومبوننت. انا عندي ثلاثه كومبوننت اساسيين اللي هن الباتري ريزيستور ال اي دي. فاول شيء حاختار الباتري انها تكون موجوده على الشاشه، من بعدها ريزيستور حط الريزيستور عندي على الشاشه كمان، من بعدها حجيب الليد جرين كمان حطها قدامي. وهلا اللي علي اعمل زوم اس تو اريا، سو عامل سيلكشن للكادر اللي انا بدي اخلقه. وفيني عندي كذا طريقه، فيني دغري كبر او دغري صغر، بس انا دائما بفضل الكادر لاني بخلق المحتوى يلي بدي اياه يبين بكل اريحيه وعلى اساس صار كل شيء واضح قدامي. اوكي طيب بدي اعمل ادت لهالكومبوننت، رايت كليك ادت بروبرتيز، او فيني نفس الكومبوننت بس عليها مرتين دبل كليك بقدر من خلالها اغير. فانا عندي هون 5 فولت فور اكزامبل لقيمة، وعندي هون باتري فس اوكي. فبين عندي الاسم وبين عندي القيمة اللي هي 5 فولت، عندي الريزيستور ففيني احط ال R1 اللي قيمته 220 اوم. اوكي بين القيمة وعندي ال LED الموجودة عندي. طيب هلا المفروض انا اوصل هالكومبوننت على بعضهم لتقدر هيدي اللمبة تشتغل. لأوصلهم بقرب السهم يلي موجود عندي هون على الطرف الادج تبع الكومبوننت، بنلاحظ انه في كادر احمر بين بفس عليه صار عندي خط. هلا صرت قادر انا اوصل هول اثنين كومبوننت ببعضهم. نفس الشيء للكومبوننت الثاني، الاجر الثاني من الريزيستور بوصلها بنفس الاسلوب مع ال LED. وكمان اذا كان بدي اوصل الليد واجباري اوصلها للسيركت كثير عندي كلوز بالطرف الثاني من السيركت. هلا اذا بعمل ران هلاحظ انه هيدي ال LED ما لازم تشتغل. اوكي طيب ليش ما لازم تشتغل؟ هو المفروض ما تشتغل بالعادي او depend on the version of Proteus. بالعادي هيدي السيركت ما بتشتغل الا اذا كانت جايبه ground، حاطت ground واصلها على السيركت، فهلا تلقائيا بتشتغل LED. اوكي so depend on the version of Proteus، اذا كان في ground بتشتغل او اذا ما كان في ground ما بتشتغل. اوكي طيب هافترض انا حاطي جراوند، لا افترض انه باي فيرجن حتشتغل بنفس الاسلوب اي فيرجن كانت معكم. فانا عندي الباتري موصوله على الريزيستور موصوله على ال اي دي، والطرف الثاني من ال اي دي بنلاحظ بال اي دي في عندي هون ارو او بلوك
يعني هيدا الطرف النيجاتيف من الالي دي، لانه الريل تايم الالي دي بيكون عنده اجر طويله، اجر اقصر منها. الاجر الطويله هي بوزيتيف، يعني هون هو بوزيتيف، والاجر الاقصر منها هي نيجاتيف. فمنلاحظ هون في مثل تسكيره بلوك لالا، فهيدي هي الاجر النيجاتيف اللي هي موصوله على الماينس، يعني كانها موصوله على الجراوند مثل ما احنا ملاحظين. اوكي، فانا اذا بشغل السيركت بشتغل عندي اللمبه، بطفي السيركت او بطفي السيميليشن لتطفي اللمبه. اوكي، طالما ما في سويتش، وهلا بعدين نحكي على السويتش بتوتوريال قادم، ف بقدر انا يا ضويه يا طفي السيميليشن. اوكي، طيب بقدر اغير القيمه تبعت الريزيستور شو بيصير عندي. نحن بنعرف انه بالواقع المفروض ضوء اللمبه يخف لينطفى. اوكي، يعني المفروض انا بعد ما اعمل سيميليشن الضوء يخف لينطفى. هلا حسب الفيرجن اوف بريتيوس، بالفيرجن الجديد، مش هيك انا قلت لكم نزلوا مثل الفيرجن الاقدم، لانه بالفيرجن الجديد الضوء حيضل مثل ما هو لو غيرت قيمه الريزيستور. اما بهيدي الفيرجن اذا بنلاحظ فالضوء خف. اوكي، كل ما كبر الريزيستور الريزيستنس تبعت الريزيستور الضوء بخف. طيب ليش؟ لانه عم يسحب اكثر. طب شو عرفني عم يسحب اكثر؟ كتيوري فينا نعرف، بس كمان الافضل بالسيميليشن نخلق دي سي فولت ميتر والدي سي اميتر لنشوف شو عم يصير. اوكي، فخليني اعمل روتيت للدي سي فولت ميتر من بعد ما رحت على الشكل الموجود عندنا هون مثل الاوسيلوسكوب. اخترت الدي سي فولت ميتر وخلقته قدامي، كمان حاخلق دي سي فولت ميتر تاني، اعمله روتيت واخلقه عندي هون. اوكي، وهلا اللي علي اوصله بارلل، يعني كل بن منه بوصله على البن تبع ال LED او البن تبع الريزيستور او اي كومبوننت بدي اقيس قيمته. اوكي، مثل ما قلنا كفولتج بقيسه كبارلل، يعني بحط اجرتين الفولت ميتر على اجرتين الكومبوننت. اوكي، فهلا انا بقدر بكل بساطه اعمل ران لشوف قد ايه عم يسحب كل كومبوننت كفولت. بنلاحظ انه الكومبوننت ار 1 سحب 2.8 فولت، اما ال اي دي سحبت 2.2، ونحن بنعرف انه ال اي دي لتبلش تضوي بدها 2.2، بس لما كانت القيمه تبعت الريزيستور 220 اوم سحب اقل كفولت ميتر وسحب اكثر كلاد. وهلا اذا بنخفف القيمه وبنعملها كزيرو، اوكي نوت بي بوزيتيف كوان. اوكي، خلينا نعمل ران، بنلاحظ انه قيمه الفولتج كثير خفت وقيمه اللاد كثير عليت. هلا هون حسب ال LED، اذا ال LED العاديه اللي بنستعملها ب 5 فولت تحترق، فطالما انا اعتبرت زيرو، او اذا بدكم فينا نلغي الريزيستور الموجود هون لنعتبره زيرو، نوصل على الشورت لاين ران قيمة زيرو، يعني ال LED اخذت كل الفولتج اللي عندنا اياه هون يلي هن 5 فولت. اذا كانت الفولتج النوع الخفيف فدغري بتحترق مباشرة بس نعطيها 5 فولت. لهيك نحن بنخلق ريزيستور. الريزيستور هو عبارة عن مقاوم شغلته يحميلي هيدي اللاد من انها تحترق. اوكي، فحارجع اخلق الريزيستور عندي انا هون، ونلاحظ اذا كان 10K اكيد اللمبة ما حتضوي لانه القيمة تاعتها اقل من 2.2، لانه هي بتحتاج اذا طلع داتا شيت تبعت ال LED بتحتاج 2.2 لتقدر تضوي. اوكي، فهيدا الشيء بنلاحظه هون كتضوي نورمال. اوكي، مثل ما انه مبين عنا هون، مثل ما انه مبين عنا قد ايه سحب الريزيستور. طيب كيف بدي اقيس الكارنت؟ انا بعرف انه الكارنت او الاميتر لازم يكون ان سيريز، يعني ان كان هون الاميتر فانا بقدر اقيس قيمه الكارنت الموجوده عندي. فانا حروح اجيب دي سي اميتر واخلقه عندي هون. اوكي، حجيب دي سي اميتر واخلقه عندي هون، تمام، لاكد انه بالكارنت هن ان سيريز. فانا وين ما حطيت الاميتر عندي حيعطيني نفس الفاليو. اوكي، ان كان قبل الكومبوننت او بعد الكومبوننت حيعطيني نفس الفاليو، لانه لازم يكونوا سيريز. اوكي، فحعمل ران، بنلاحظ انه قيمه الاميتر هي 0.01 ان كان قبل الريزيستور ان كان بعد الريزيستور. فانا عرفت دغري شو هو الكارنت اللي عم يروح بهالسيركت وقيمته مباشره، لانه مثل ما قلنا هولي ان سيريز، فالكارنت ان سيريز بدل نفسه ما بيتغير، اما الفولتج فبيتقسم. فبنلاحظ مجموع هول اثنين كومبوننت هو 5 فولت، فال 5 فولت عندي انا تقسم بين اثنين كومبوننت. هذا الشيء حنحكي عنه مفصلا بليكتشر 2.
اوكي جريت، سو خلقنا هيدا السيركت وصرت قادر انا اشوف هيدا السيركت قدامي. طيب خليني اخلق 2 ريزيستور ان سيريز و 2 ريزيستور ان باراليل. طيب كيف بعمل هالشيء؟ او حتى نوفر كمان وقت او نشوفها قدامنا دغري، خلينا نروح على فريتزينج، نفتح فريتزينج ونركب هيدي كبورد، ومن بعدها بننتقل ومنركب السيركت الثاني. طيب خلينا نشوف البروتوس بهالوقت. لك انا عندي السيركت هي عباره عن باتري، بعد الباتري اللي عندها بوزيتيف ونيجاتيف، فانا المفروض بفريتزينج جيب باتري واوصل البوزيتيف والنيجاتيف. كمان عندي ريزيستر موصول على البوزيتيف بارت، الاجر الثاني من الريزيستر رايحه على البوزيتيف بارت تبعت ال اي دي، والنيجاتيف تبعت ال اي دي رايحه على النيجاتيف تبعت الباتري او على الجراوند. اوكي ننطر بس فريتزينج ليقلع. اوكي جريت، سو بفريتزينج هو عباره عن سوفت وير مكتمل بعد اللي هو قيد البناء، ففينا اذا بدنا نعمل دونيشن لقالوا لننزل السوفت وير، او مثل ما ارجيتكم فينا ننزله دايركتلي فور فري. فينا هون بالفريتزينج هيدي البريد بورد اللي عم نشتغل عليها، فينا نركبها ان ريل تايم، فينا نشتغل عليها بهالطريقه، فينا نروح على سكيماتيك اللي هي البي سي بي تاعنا. اوكي اور سكيماتيك ببين كسيركت، وفي بي سي بي كيف ببين كبي سي بي. اوكي فنحن اللي بهمنا بهيدا السوفت وير حقيقه هو بس البريد بورد، كان لانه عم نشتغل فيرتشوال. اوكي سو انتم عم تشوفوا حقيقه كيف البريد بورد موجوده، كيف موصله، وعلى اي اساس عم تشتغل. فمثل البريد بورد الموجوده عندنا هون، عندنا هول الخمسه كومبوننت او خمسه بن او خمسه هول موصولين على بعض، وهول الخمسه موصولين على بعض، يعني هول كانهم نقطه واحده وهول الخمسه كانهم نقطه واحده، بس هول الخمسه وهول الخمسه مش موصولين على بعض، يعني ما في صله توصل بيناتهم الا اذا انا وصلت لاين تو لاين، ساعتها صار عندي كل هول السطر كل هاللاين اوف بوينتس موصول على بعضه. بنفس الوقت كفيرتشوال هول الخطين مش موصولين على بعض الا اذا انا وصلتهم، يعني عندنا هيدا الخط وهيدا الخط ابدا مش موصولين على بعض، يعني هول البوينت وهيدا البوينت مش موصولين على بعض، ولا هالبوينت ولا اي بوينت موجوده بهيدا اللاين. اوكي اما بالناحيه الثانيه اللي عندنا يوهن هون كجراوند، بنلاحظ ان اللون كجراوند اللون الازرق واللون الاحمر اللي هو البلس اوكي او الباور، فنحن فينا اكيد نبدل بيناتهم، ما في شرط بيقلنا انه هيدا جراوند وهيدا باور، نحن بنحدد بس طالما موجود عند الالوان فعاسس انا حامشي. فعندي انا هيدا كله موصول على بعض للنص لهالنقطه، وعندي هيدا كله موصول على بعض للنص. تمام فمن اول البدايه تبع الخط الازرق هون لا النص تاعي اللي موجود هون هن موصولين على بعضهم. اما اذا بنمشي هيك يعني كفيرتيكال هول مش موصولين على بعض ولا اي نقطه موصوله على الثانيه كفيرتيكال. اوكي والنص الثاني كمان بينطبق عليه نفس الشيء، واكيد الميل الثاني بينطبق عليه نفس الشيء. اوكي جريت، لك خليني نجيب الباتري. فانا عندي هون كل الكومبوننتس، فانا بقدر اجيب باتري احطها عندي هون. فهيدي الباتري اللي عندي اياها انا فيني اوصل منها 2 بن، فاول وحده اذا بدي اوصل علي البن الاحمر فبقدر احملها وحطها هون، وبقدر احملها وحط البن الاسود. اوكي صار عندي البنز، بس دائما نحن بنفكر بالترتيب، فانا لرتب بفص على اي مطرح باللاين فيني احمل اللاين على اي نقطه بدي لهون مثلا فص شيفت. اوكي فبصير كنورمال، اذا بنلاحظ عم يتغير كنورمال، فس على محل تاني بالنقطة فس شيفت بيتغير كنورمال، فمنلاحظ كيف الخط صار أريح. بتناسوا حيكون السيركت رائعة، بس الأروع هو إن نظبط اللاينز أوكي مشان ما يطلع شغلنا فشكل. anyway بالتاني كمان فس شيفت وغيرت مطرحة صار عندي وصلة الباتريز أروع. تمام فأنا هيك وصلت الباتريز عندي على هيدا البنز، فأنا هيدا البنز صار هو البلاس وهيدا البنز صار هو نيجاتيف. اوكي وهيدي كسل او الباتري مثل منه موجود عندي هون بالبروتيوس. تمام فهيدي هي السل موجوده عندي بالبروتيوس مثل ما انا شايفين الباتري. هلا هي موصوله على اجر من الريزيستر، الاجر الثاني من الريزيستر رايحه على ال اي دي، والاجر الثاني من ال اي دي رايحه على الباتري. طيب خليني اشوف على الفريتزينج، حجيب انا ال اي دي، او اول شيء خليني اجيب ريزيستر ومن بعدها بنجيب ال اي دي. جبنا ريزيستر، هيدا الريزيستر حطيناه هون، أول شيء هو من الإجر البوزيتيف على البورد، فخليني أعمل له روتيت،
هعمل له روتيت لهيدا الريزستور ب 90 درجه، بحمل الريزستور مثل ما هو وبحطه على اي مطرح عند البوزيتيف، وصار موصول على هيدا النود. فبنلاحظ كلهم ضوء باللون الاخضر، كانهم عم بيقولوا لي انه هيدا اللون اللي هون الاحمر صار هو كله، هيدا اللون الاحمر صار كله نقطه واحده. اما هون صار هال الخمس نقط اللي عندك اياهم هن عباره عن نقطه واحده، اوكي؟ فهيدا البلس داخل على هيدا الريزستور، وهيدا الريزستور اجره اذا بدك تاخذ توصل على هالاجر فيك توصل على اي نقطه موجوده عندنا هون، اوكي؟ تمام. دل علينا نختار ال اي دي، فبننزل شوي بنلاقي ال اي دي. هيدي ال اي دي اذا بنلاحظ عندها اجر مطعوشه ونفس المستوى مع الثانيه، فطالما مطعوشه ونفس المستوى يعني هي اطول، طالما اطول فانا فيني اعمل روتيت لهي الكومبوننت باي 180 درجه، ونلاحظ صار عندنا هيك. هلا بدي اعمل له فليب فلوب ليكون الاجر البوزيتيف من هالميل لانه هي موصوله على الريزستور. رايت كليك روتيت، الروتيت تاعي حيكون 90، او كان لازم انا اعمل سويتش بس ما في هون سويتش، خليني اعمله 90 باي 90. اوكي، ففيني انا من خلاله اعمل له الروتيت 90. تمام، فانا هلا فيني احمل ال اي دي اللي شايفينها نحن قدامنا ونحطها اذا بدنا اي مطرح على السيركل، اوكي؟ اذا ما كان المطرح مناسب لنا كثير. تمام، طيب بعد ما وصلنا ال اي دي بالبورد بنلاحظ اجر بهي النقطه واجر بهي النقطه، لانه هول النقط مش موصولين على بعض. لو حطيناها على نفس الرو اللي شايفينه هون او هيدا الفيرتيكال لاين موجود هون، لو حطيناهم عليه كانوا النقطتين موصولين على بعض فاحترقت ال اي دي. فهلا طالما هي النقطة ما انا موصولة عليها، فيني انا اخذ لاين واوصله على اجر الريزستور، وفيني غير اللون تبع هيدا الواير واعمله اذا بدي ريد 1، لانه انا بعرف انه الريزستور عم يعطيني بوزيتيف على هالنقطة، واما النقطة الثانية اللي هي نيجاتيف بوصلها على الجراوند، اوكي؟ وبغير اللون تاعها بعملها باللون الاسود او باللون الازرق، تمام؟ لانه هيدا هو الجراوند بفس على النقطة هون، وفيني غير في الشيفت لغير فيها لهالنقطة، اوكي؟ او اذا بدي فيني غير انا المطرح تبع هالنقطة، بدل ما احطها هون فيني احطها على النقطة الموجودة هون، فانا فيني مباشرة احطها هون، وهيك صارت عندي موصولة على نفس الاجر، لانه هول الخمسة بينز هن نقطة واحدة. تمام، هيك بنكون خلصنا السيركت على الفريتزينج. اذا بروح على البي سي بي بشوف شكلها كبي سي بي، هيدي السيل هيدي ال اي دي فيني احطهم باي مطرح بدي اياهم، تمام؟ وهيدي السيل اللي عندي اياها في سي سي، فانا هيك كمان بكون خلقت كبي سي بي شيب، اوكي؟ بس انا دائما ما بفضل البي سي بي يكون هون، بفضل يكون على البروتيوس. نحن بالفريتزينج بس عم نشتغل انه نخلق البورد كانه ريل تايم، اوكي؟ طيب خليني اروح على البروتيوس ونشرح كيف بيكونوا الريزستور ان سيريز اند ريزستور ان باراليل. فانا حالغي هلا ال LED والفولت ميتر اللي عندنا اياهم، عندنا هيدا الريزستور موصول ان سيريز مع الباتري، حجيب ريزستور ثاني حطه كمان ان سيريز معه واوصل هول الريزستور على بعضهم مثل ما اتفقنا. بهالفيرجن ما ضروري الجراوند، بس في بعض الفيرجنز ضروري الجراوند، لهيك حاتركه، اوكي؟ وحط القيمه هي 1K 1 كيلو ام، وعمل ران للسيركت. هنلاحظ انه ولا شيء حيفرق معنا، لانه نحن ما معنا التولز انه نقدر نشوف شو هو الفاليوز تبع الفولتج والكارنت لحلل شو عم يصير عندي على السيركت. لهيك حعمل ستوب، حروح على هيدا الكومبوننت اللي تحت البروب، حجيب فولت ميتر دي سي فولت ميتر حطه على الريزستور، سوري خليني اعمل له روتيت، حطه على الريزستور، جيب فولت ميتر ثاني حطه على الريزستور الثاني، خليني اجيب 1 اميتر دي سي اميتر حطه عندي بالسيركت، اوكي؟ فهيدا الدي سي اميتر وصلته ان سيريز، ونحن اتفقنا انه هول اثنين ان سيريز. حجيب الفولت ميتر اوصله على اول اجر، حجيب الفولت ميتر اوصله على اجر الثانية، هيك صار فيني اعرف قيمة الفولت اكروس ار 1، حجيب الفولت ميتر اوصله على الاجر والفولت ميتر على الاجر الثانية، وهيك صرت اقدر اعرف قيمة الفولتج اكروس ار 2. خليني اعمل ران للسيميوليشن، بنلاحظ انه قيمة الفولتج 0.9، اما قيمة الفولتج اكروس 1K ريزيستر هي 4.1. بنلاحظ انه قيمة الكارنت هي 0، بس حقيقة هي مش 0،
حقيقة هي value أقل من أمبير، أوكي، من 0.1 أو 0.01 أمبير. لهيك أنا المفروض غير اليونت، فأنا فيني أفس دبل كليك عليه أو أعمل رايت كليك Edit Properties، بدل أمب هحط ملي أمب، أفس أوكي. خلينا نعمل Run للسيميليشن. فمنلاحظ أنه كم ملي أمب بيّن عندي الفاليو، أوكي، لأنه أنت الريزيستر كتير كبيرة بالنسبة ل 5 فولت، فالكارنت لازم يكون صغير، لأنه نحن نعرف أنه V equal RI، فV equal I equal V over R. فإذا بنقسم V على جمع الـ R لأنه هن in series، فبيبين معنا شو هي قيمة الكارنت. تأكدنا منه in series أول شيء لأنه الكارنت هو سبب باثنين، فإذا بنحط current source بأي مطرع على السيركت، هلا إذا بدكم فينا نخلقه، حيبين يعطينا نفس القيمة، وكمان إنه تنيتهم ملتقيين بنفس النود وما في حدا مشارك معهم بالنود، أوكي؟ طالما ما في حدا مشارك معهم بالنود وملتقيين بنود وحدة، فهن بيكونوا series، تمام؟ طيب خلينا ننتقل للبارلل ونشرح شو معنى بارلل. اوكي، فعندي هيدا الريزيستر، انا خليني الغيه كمان. عندي هيدي السيركت، بهيدي السيركت انا عندي طريقه تانية لابني الريزيستر، ففيني اعمل روتيت للريزيستر، اخلق الريزيستر هون واخلق التاني كمان نفسه، وصلن على الجراوند، وصلن على بعضهم، ووصلهم كمان من هون على بعض. الجراوند فيني خليه هون، او فيني اذا بدي غير مطرحه للجراوند خليني غير الكومبوننت قربهم شوي على بعض. اوكي، خليني الغي اللاين والغي هيدا اللاين، الغي الكومبوننت، خليني اخلق كومبوننت عن جديد اللي هو ريزيستور 1، اعمل له روتيت، تمام. فصار عندي اثنين كومبوننت اللي هن R1 و R2. خليني غير القيمة ل 220 اوم، وخليني غير هالقيمة ل 1K، ونلاحظ شو عم يصير الفرق انهم بارلل. اول شيء انا عرفتهم بارلل من خلال الشكل، ليش؟ لانه هول اثنين ريزيستر ملتقيين باثنين نود مشتركين بيناتهم، فهن بارلل. ثانيا انه الكارنت اللي عم يبرق من هون حينقسم على اثنين برانش، وجمعه حيكون هو الكارنت الاساسي. اوكي، فصار عندي هون الكارنت عم ينقسم مش الفولتج، يعني الفولتج لازم يكون نفسه بما انه بارلل. طيب خلينا نتاكد من هالشيء من خلال التولز اللي معنا. فاول شيء حجيب انا دي سي اميتر، اخلقه عندي هون، خليني الغي هيدي كلها لاني انا بحتاج لاثنين دي سي اميتر، وحده على كل طرف. اوكي، ومن بعدها حوصلهم مع بعضهم ووصلن على سيلز. كمان حجيب جراوند وخليه معنا لانه ما حيفيدني هون، بس انا بدي احط الجراوند كرمال اللي ما بتمشي عنده السيميليشن الا بجراوند. صار عندي قيمه ريزيستر وقيمه ريزيستر مع سيريز اميتر، وهلا حجيب بارلل فولت ميتر احطه عليهم، يعني حجيب فولت ميتر وحطه بارلل عليهم. اوكي، فصار عندي فولت ميتر هون وفولت ميتر هون، حوصل هيدا الفولت ميتر كبارلل. وصلنا هيدا الفولت ميتر على النقطة، وفينا إذا بدنا نوصله على النقطة كمان مثل ما وصلناه على هالنقطة. فينا نوصله على هالنقطة. اوكي، أو إذا بدنا فينا نوصله دايركتلي هيك نفس الشيء، تمام، او فينا نوطيه اسا شوي للريزيستور نوصله عليه دايركتلي مشان يبين اوضح. اوكي شباب، فنحن هلا اللي عملناه انه خلقنا هيدي السيركت وخلينا نعملها ران. فبنلاحظ انه قيمه الكارنت اللي موجوده عندي هون 0.02 انقسمت ل 2. حقيقه هي القيمه هي اسا في بعض الفاصله، فهو اللي انقسم عندي هون. خليني وقف السيركت، غير القيمه للملي امب، وغير القيمه هون للملي امب، وغير القيمة هون كمان للملي ام، فس اوكي. خلينا نعمل ران للسيركت، بنلاحظ انه القيمة اللي فرقت معي اللي هي 2.27.7 كملي ام، هون عندنا 22.7 كملي ام، وهون عندنا 5. اذا بنجمعهم فهو بيأدي انه يكون جمعهم هو الكارنت الاساسي اللي عندي اياه. بنلاحظ كفولت عندي هون 5 فولت وعندي هون 5 فولت، فانا هيدي وين ما حطيتها، خليني اوقف السيميليشن، وين ما حطيتها حتى لو حطيتها هون
اللي عم يقيسه أنا هو 5 فولت، أوكي؟ لأنه هيدي النقطة وهيدي النقطة هن وحدة، ما في شيء بيناتهم، حتى هالنقطة هي وحدة، طالما ما في ولا كومبوننت هون فهول الخط هو نقطة وحدة، أوكي؟ فأنا هلأ قدرت اكتشف أنه إذا عندي 2 ريزيستر باراليل، أو قدرت أكد الموجود سابقا أنه 2 ريزيستر باراليل عندهم نفس الفولتج، وصل كارنت عندي مرق بهيدا البرانش حينقسم لاثنين، القيمة الأكبر منه حتروح على الريزيستر الأخف، لأنه الكارنت من النوع اللي بيحب الطريق السهلة، فأهين طريق لقاله لما بيلاقي مقاوم خفيف، يعني الريزيستنس هو عبارة عن مقاوم، طالما مع طريق منا صعبة حروح فيها أنا اللي أسهل لي، فدائما الكارنت حيختار الطريق الأسهل له يلي هي بالريزيستر اللي عنده ريزيستنس أقل، أوكي؟ فلهيك نحن اخترنا هاي الطريق. اوكي هلا حنقدر نبني سيركت على بريد بورد كريل تايم، فحننتقل للفيديو ونشوفها كريل تايم. خلينا نبلش من بعضنا نركب السيركت اللي عنا اياهم واللي اشتغلنا فيهم على البروتيوس وعلى الفريدزين. مثل ما حكينا قبل على البورد، هيدي البورد مألفة من بينز، هول الخمسة بينز هن كونكتد مع بعض، بس هول الخمسة مش موصلنا، هول الخمسة ان هيدا اللاين كله موصول على بعضه للنص، بس هيدا اللاين واللاين الحدو مش موصولين على بعض، وإنه بالعادة بنعتمد عليهم ليكون عنا خط البارد وخط الحامي، يعني خط البوزيتيف وخط النيجاتيف. لهيك خلينا أول شيء نكفي بالمالتيميتر. نحنا قلنا إنه في عنا وحدات قياس، هيدي موجود على الأوف يعني مطفي. هلا عندي أنا بقدر بالمالتيميتر اللي معي يقيس الفي كدي سي، مثل ما ملاحظين هي خط ثابت فهي دي سي فولتج، فينا نقيس كأي سي، في عنا الأميتر، وإذا بلغي الكروكودايل الموجودين عندي او البنز الموجودين عندي منلاحظ في عندي اليونت اوم، وعندي الاي سي سوري الدي سي كارنت، اوكي؟ وفي عندي اكيد الزمور اذا كان الشريط موصل على بعضه او لا. تمام. طيب خلينا نبلش نركب هيدي السيركت. لانا استعمل كباتري، استعملت اردوينو اونو اللي هي عندها 5 فولت وجراوند عندها كبنز، فانا عندي هون 2 بنز سبتين اللي هن عباره عن الفور بن 1 2 3 4، هيدا هو السورس هي هو 5 فولت بلس، وحده دغري عندي انا الجراوند، اوكي؟ وحده دغري عندي انا الجراوند، فانا هلا تلقائيا صار عندي هيدا كله الخط للنص هو بلس 5 وهيدا كله لهون هو ماينس، اوكي؟ طيب خليني بلش. لبلش انا ركب السيركت الاساسيه، اتفقنا انه عنا نحن ريزيستور وعنا ليد. طيب شو قيمه هاي الريزيستور؟ حروح انا على المالتيميتر وحطه على 2 كيلو اوم، اوكي؟ وجيب الاثنين كروكودايل اللي معي اياهم واوصلهم على جيران الريزيستور لاعرف قيمته لهي الريزيستور. اذا بنطلع فانا باثنين بنز اللي عندي بحطه على الريزيستور وبقدر شوف القيمه تبعت الريزيستور اللي هو تقريبا 240 اوم، اوكي؟ لانه انا هون بالكيلو فهو تقريبا 240 اوم. طيب هلا اللي حاعمله انا حجيب هيدا الريزيستور ركبه عندي على السيركت، واتفقنا نحن انه ال اي دي اللي عندنا هي سيريز معه، والال اي دي عندها 2 اجرتين، اجر منهم اطول من الثاني، فالاجر منها حتكون بوزيتيف والاجر الثاني حتكون نيجاتيف، لهيك الاجر الطويل اللي هي البوزيتيف حوصله مع الريزيستور، والاجر التاني حاتركها لوحدها. طيب هلا شو حاعمل انا؟ حجيب لون بن لون ازرق، شريط لون ازرق، واوصله على الجراوند، اوكي؟ خلينا نجيب غير هالشريط. في عندي مثلا هيدا الشريط لون الابيض، كمان اوصله على اجر ليد واوصله على الجراوند اللي عندي. حجيب الشريط التاني اللي هو بهيدا اللون، اوصلوا على البلاس 5. وهلا المفروض انا اللمبه عندي تضوي، ليش؟ لانه انا عندي سيركت مبلش من البوزيتيف مرقى بريزيستور ليحمي ال اي دي اللي عندي، من بعدها ريع على الجراوند. طيب خليني اشوف قيمه الفولتج يلي سحبها كل اليمنت. اذا بحط على الريزيستور لاشوف قيمه الفولتج، خلينا نطلع على المالتيميتر، بنلاحظ انه هو تقريبا 3 فولت. اذا بنحط على ال اي دي المفروض تكون 2 فولت تقريبا. تمام، ليش؟ لانه نحن هيدا بمبدا باكد مبدا كي في ال، انه انا اذا كانوا عندي سيريز الفولتج حينقسم بين الكومبوننت اللي عندي، فاول واحد اخذ 3 فولت، الثاني اخذ 2
2 فولت. طيب شو بيصير إذا قلبناهم حطيناهم بالعكس؟ يعني بلشنا باللاد ومن بعدها انتقلنا للريزيستور. المفروض ما يصير شيء. ليش؟ لأنه أنا سيريوس. طالما سيريوس فإن كانوا قبل بعض أو بعد بعض ما بيتغير عندي شيء. وهيدا الدليل قدامي إنه لو كانوا قبل لو كانوا بعد اللاد عم تضوي ومحمية من خلال الريزيستور. طيب هيدا بيكون أول إكزامبل. خلينا ننتقل للتاني. تاني إكزامبل هو عبارة عن اثنين ريزيستور ان بارلل او ان سيريز. فاول شيء خلينا نبلش انه يكونوا اثنين ريزيستور بارلل. ححط اول ريزيستور عندي هون. بما انه اثنين ريزيستور بارلل فالمفروض يلتقوا اثنين ريزيستور بنفس النقطه. اوكي، يعني عندنا نقطتين مشتركين لهول الريزيستور. فبما اني بلشت من هالنقطه كمان حبلش الثاني من نفس النقطه وبيلتقوا بينتهوا بنفس النقطه. هيك بصير انا عندي هول اثنين ريزيستور هن بارلل. طيب المفروض السيركت تبلش من البوزيتيف مثل ما احنا شايفين، تنتقل للريزيستور، من بعدها الريزيستور بيروح على الجراوند لتكون عندي انا السيركت كلوز. اوكي، ما حيضوي شيء لانه ما عندي لمبه. ما حيضوي شيء مثل ما احنا ملاحظين لانه انا ما عندي لمبه. اوكي، بس انا اكدت مبدا وهلا بدي اكد المبدا تبع انه عندي اثنين ريزيستور المفروض الفولتج بيناتهم ينقسم، او ال5 فولت اللي عندي اياها تكون موجوده على اثنين ريزيستور. فانا اي ريزيستور منه المفروض يكون تقريبا 5 فولت. اذا بحط على الريزيستور بلاحظ على المالتيميتر مبين عندي ال5 فولت تقريبا، واذا بحط على الريزيستور الثاني كمان حيبين عندي ال5 فولت. فهيدا بياكد المبدا انه اذا عندي اثنين ريزيستور بارلل الفولتج حيكون نفسه. طيب اذا كان عندي ريزيستور ان سيريز، هلا حنشوفها. اذا عندي ريزيستور ان سيريز اذا بوصلوا مع بعض المفروض الفولتج ينقسم لاثنين، وبما انه هول اثنين ريزيستور اللي انا معي اياهم هن بيساووا بعضهم كقيمه، فاذا بحط انا على الريزيستور تقريبا حيكون 2.5، والتاني كمان حيكون 2.5 تقريبا. اوكي، طيب وين هالقيمة الصغيرة اللي عم تختفي؟ اذا بحط ايدي انا على الريزيستر بحسه حمى شوي. اوكي، ففي هيت عندي. طالما في هيت ففي لوس عم يكون موجود. اوكي، طيب كيف بقيس انا الكرنت؟ شفنا كيف نقيس الفولتج، بنحط اثنين بينز بارلل. طب كيف انا بدي اقيس الكرنت؟ لقيس الكرنت المفروض الكرنت سورس يكون او الكرنت الاميتر اللي عندي يكون سيريز. لاول شيء اول خطوه اعملها لازم روح هون على الكرنت. اوكي، فانا هلا رحت على الكرنت. طيب تاني خطوه بدي اعملها بعد ما اروح انا على الكرنت بدي يكون سيريز. طيب ليكون سيريز فانا بعلي اجر من الريزيستور بالهواء، وهلا المفروض يكون صله الوصل عندي انا، صله الوصل بيناتهم تكون عباره عن الاميتر. يعني الكرنت عم يمرق بالاميتر ويكفي طريقه. فاذا بنطلع على الفولت ميتر، خلينا نتاكد اول شيء موصولين مزبوط. هيدا هون موصول، اوكي هيدا البنز ما كتير منيح، خلينا نجيب بن تاني. اوكي، فانا وصلت عليا وهلا وصلت على البنز. فاذا ملاحظ عم يعطيني فاليو للكارنت. اوكي، والفاليو هو بالمليمتر، ملي امب سوري. اوكي، فهلا عم يعطيني فاليو لاني انا هلا حولت انه يكون الاميتر سيريز مع السيركت. يعني هو هلا الكارنت عم يمرق باول ريزيستور، من بعدها عم يدق بالشريط الاحمر اللي عندي اياه، يفوت على الاميتر ويكفي طريقه على الريزيستور تاني اللي انا ماسكه بالهواء. اوكي، فصلة الوصل عندي هي الاميتر، لهيك انا قدرت اقرا الفاليو تبع الاميتر. هيك بنكون عملنا 3 اكزامبلز. بتمنى تقدروا تنفذوهم ويكون عم تقدروا تقيسوهم كل شيء مزبوط. ولنتاكد من كل هيدا المفروض نعمل الكالكوليشن معهم، وهيك بنكون عم نتاكد من الاجوبه اللي عم تطلع معنا. ثانك يو.